مثلا يعني هل في كمسؤولين او كناس بتحاسب النقطه او بتحاسب الكلمه او بتحاسب التصريح، هل من الطبيعي او هل بنك موجود بيسمح لمسؤول ان هو يهدد لاعب او يشتمه او يهدد بصدمه او يحط السيخ المحمود في صدر ابنه لو انتقل من نادي لنادي تاني تمام غير النادي اللي هو مسؤول فيه؟ هل ده في بند في اتحاد الكره بيسمح بكده؟ طيب مجدي عبد الغني او كابتن مجدي عبد الغني زي ما بتطلع في التليفونيه او المداخلات التليفونيه وانت مسؤول عن شؤون اللاعبين تمام، سؤال على فكره مش هجوم، سؤال مش هجوم تمام. هل لو رئيس نادي او مسؤول في نادي طلع قيمه لاعب متعاقد مع نادي اخر وعقده مستمر بعقد موقع من اللاعب ده، هل النادي ده يتوقف ولا ما يتوقفش؟ هل ده قانوني ولا مش قانوني؟ هل الجمعه اجازه ولا مش اجازه؟ احنا لا انا بتكلم في اطار تاني كمان. ايوه انا فاهم، بس هل الجمعه اجازه؟ اصل انا الموضوع ده يعني مضايقني جدا، الجمعه اجازه ولا مش اجازه؟ بس ده اللي عايزين نعرفه. الجمعه هتبقى اجازه، الجمعه مش اجازه، الجمعه هتبقى اجازه لو انت عايزينها اجازه. اه بالظبط كده، بالظبط. مش دي القضيه، انا بتكلم على بنود. انت بتبقى معانا احنا، علينا احنا، الناس بتحللها وما بتستحملهاش مننا. لكن مع غيرنا الدنيا بتبقى سهله جدا وبسيطه. تمام؟ اللي عايز اوصل له يا كابتن اسلام بس يعني احنا ممكن نكون متعلمين غلط. ممكن نكون متعلمين غلط، قولوا لنا الصح. اه لو احنا مثلا حساباتنا ان 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 ده كلام ما يصحش وما ينفعش يتقال ويعاقب عليه بحرمان مثلا القيد فترتين من الانتقالات، ده احنا متعلمين كده يعني، او اللوائح بتقول كده. اللوائح بتقول كده بالظبط. لو النصوص بتقول غير كده قولوا لنا. يعني نبقى عارفين تمام. لكن الموضوع مش مساله دوري، انت بقول لك انت بتلعب اتحاد انديه في الوقت الحالي، يعني الموضوع ما بقاش النادي بيلاعب نادي. حلوه اتحاد انديه دي. لا الامر بقى صعب شويه تمام.